الأخبار من الراي. سعادة الشيخ أحمد الحمود هو أكثر إنسان متفائل في هذه القضية ويبين لكم الحق. أقسم بالله العظيم إن هذا اللي أنا أقوله صح. بين ساعتي الداخلية بدون تيماء يرسمون مسار اعتصام جمعة جديدة تخللها تطمينات بتفهم آرائهم وتحقيق مطالبهم. احنا نرفع شعار القضاء على الفساد ونحاول أن نعيد الكويت مثل ما كانت في الماضي. الحل بإيدكم يا أهل الكويت، الحل أنكم تخافون الله في الكويت. مؤشر الترشح الانتخابي يقفل على 389 مرشحا والمواقف تتراوح بين تباين الطرح واختلاف الرؤى. شعار في البداية هو الكلمة لكم، الشعار حتى يكون ملامس الواقع نحو كويت القدم المشرق. شعار انتخابي الكويت العين. من أمة 2012 بلورة للشعارات وإفصاح عن قوائم الأولويات في حال الظفر بالفوز في الانتخابات. ونتمنى أيضا أن يستمر الشباب والشابات بحمل هذه الشعلة المضيئة دائما. المدرسة النقابية الأولى التي تعلمنا فيها أصول الاختلاف وحرية الرأي. قائمة الوسط الديمقراطي تحتفي بمرور 37 عاما على تأسيسها وسط الإشادة بمبادئها والدعوات لتفعيلها. أهلا بكم معنا إلى نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون الرأي. من ساحة تيماء رسم البدون مسار جمعة جديدة لاعتصاماتهم التي كانت مختلفة هذه المرة مع منح وزارة الداخلية ساعتين للمعتصمين ليعبروا عن مطالبهم وآرائهم وسط حضور أمني مكثف اقتصر على تنظيم ومراقبة المشهد، فيما حملت لافتات عن طريق البدون برسائل تطالب بسرعة البت بحقوقهم وحسم قضيتهم، حيث عبروا البدون أنهم يستحقون التجنيس ومنهم من هو يستحق كامل الحقوق المدنية والقانونية. وشهد التجمع حملة تبرع بالدم من قبل المعتصمين، كما شارك أبناء فئة البدون في اعتصامهم اليوم عدد من المواطنين والنشطاء الحقوقيين وبعض القوى الشبابية التي تضامنت مع قضيتهم. كذلك تحدث الشيخ عزبي صباح الناصر الذي تواجد في الاعتصام مطمئنا الجموع بتفهم وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للقضية واتخاذ خطوات جادة للبدء الفعلي بحسم هذا الملف. ليش زعلانين؟ والله بلاكم خير البلاء، وياكم بشيخ أحمد الحمود بأوامر سامية بإذن الله، ولها فيكم خير وسيرفع البلاء بإذن الله. ليش زعلانين؟ هيزعل المرء من ربه؟ ليش قاعد تزدحمون؟ ليش التشيش يا أخوان؟ في الهدوء فوق هذا أن يبون دمكم فكاهو مجاني. وكلنا للدولة، والكلمة الأولى والأخيرة لسيدي صاحب سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. واعلموا أن الشيخ سعادة الشيخ أحمد الحمود هو أكثر إنسان متفائل في هذه القضية ويبين لكم الحق. أقسم بالله العظيم أن هذا اللي أنا أقوله صح ومن صدق. والله العظيم إن لكم حق وياي، لا تضيعونا وأنا أخوكم. هذا الشكل اللي أشوف ناس تركض، ليش تنحاشون من منو؟ حطوا العلم هني وافتخروا فيه، هذا علمكم. الكلمة واضحة يعني المعبرة، يعني مشاعر الناس من غير كلمة، من غير ما أوجه كلمة رسمية، واضح التعامل الحضاري مع النشيد وتتعادوا مع النشيد الوطني. سامحون على أي شيء، سامحين.
ينتظم لمصلحة الوطن دائما في المقام الأول. لا طائفية لا قبلية لا فئوية، كويت كويت. أقفل رسميا باب الترشح للانتخابات البرلمانية للعام 2012 بعد أن بلغ عدد المتقدمين بأوراقهم الرسمية 389 مرشحا يعتزمون خوض السباق الانتخابي، من بينهم 29 مرشحة. وفيما حظيت الدائرة الانتخابية الثالثة بالنصيب الأكبر من أعداد المرشحين بواقع 83 مرشحا، توزع المرشحون على الدوائر الانتخابية الخمس في الوقت الذي تعددت فيه شعاراتهم واختلفت برامجهم الانتخابية، رغم الإجماع على أهمية المرحلة الحالية وضرورة إحداث التغيير. جميل القاسم يقرأ المزيد في تقريره. على 389 مرشحا ومرشحة، أقفلت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات أبواب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في فصله التشريع 14 ليخوض هؤلاء السباق موزعين على الدوائر الخمس في الوقت الذي حظيت فيه الدائرة الثالثة بالنصيب الأكبر من هذه الأعداد بواقع 83 مرشحا، تلتها الأولى 79 مرشحا، ومن ثم الثانية 78 مرشحا، فيما جاءت بعدها الدائرة الخامسة 76 مرشحا، وحلت أخيرا الدائرة الرابعة بواقع 73 مرشحا ومرشحة. هدفنا الأساسي الآن احنا نرفع شعار القضاء على الفساد ونحاول أن نعيد الكويت مثل ما كانت في الماضي. ولذلك أنا حقيقة بابتعادي خلال 8 سنوات عن العمل البرلماني كنت أتألم كمواطن لما يجري في البلد وما يجري في مجلس الأمة. فالرقيب اللي هو عضو مجلس الأمة أصبح هو من أول من يطالب بكسر القانون، وهو أول من يرتشي، وهذه المشكلة اللي وصلنا لها الآن، حتى وصلوا إلى مرحلة بهدم الدستور. أنا أقول لكم باختصار، هناك خطر قادم إن لم نعمل جميعا لوقف ومنع هذا الخطر سيؤثر سلبا على حياتنا وعلى وطننا. الحل بإيدكم يا أهل الكويت، الحل أنكم تخافون الله في الكويت، تخافون الله في وطنكم، في أسركم، في أولادكم، وأن تختارون من فيه الخير لوطنكم، وأن ننبذ الطائفية والعنصرية والقبلية. الكويت عندنا أهم وأعز من أي أسرة أو قبيلة أو طائفة. أنا أعتقد على الحكومة في الوقت الحالي الإسراع بإصدار مرسوم ضرورة في قضية خصوصا الانتخابات، فيها مشاكل وايد فيما تخص الوحدة الوطنية، بأن تصدرها بأسرع وقت ممكن في عملية تجريم قضية من يحاول أن ينزع نسيج هذا المجتمع ويخترقه. المرأة شغلت رقما لا بأس به من مجموع أعداد المرشحين، إذ بلغ عدد اللواتي تقدمن بأوراقهن للترشح 29 مرشحة، حازت الدائرة الثانية على أعلى عدد منهن بواقع 10 مرشحات، جاءت بعدها الدائرة الثالثة 9 مرشحات، وتساوت الأولى والرابعة 4 مرشحات لكل منهما، في حين سجلت الدائرة الخامسة أقل عدد من المرشحات بواقع 2 فقط. أتمنى أن يصل إلى المجلس من هو يعني من يمثل الشعب الحقيقي والناس الكفاءات القادرة على العطاء وعلى المراقبة الحقيقية وعلى الإنجاز إن شاء الله. هناك أولويات لي، ما أشوف أن أحد للأسف اهتم بالشباب. اهتمامنا السياسة، لازم نهتم بالسياسة، إنما ما تأخذ 90% من وقت المجلس، يجب أن يكون هناك اهتمام بقضايا الشباب. وبالطبع تختلف حظوظ الفوز في ظل المتغيرات الحالية والمعطيات الراهنة لكل دائرة انتخابية، عوضا عن مطلب التغيير الذي بات شعارا للكثيرين. جميل القاسم، الرأي. في اليوم العاشر والأخير من أيام الترشح للانتخابات البرلمانية تقدم 46 مرشحا، من بينهم 6 مرشحات بأوراقهم الرسمية إلى إدارة شؤون الانتخابات، فيما شهد اليوم الأخير تنازل مرشحين 2 ليصل إجمالي عدد المتنازلين إلى 9.
وأكد بعض المرشحين عقب التقدم بأوراقهم الرسمية اليوم أن الانتخابات القادمة هي انتخابات مفصلية للدولة التي تمر في مرحلة تاريخية وهامة، كما شددوا على أهمية مكافحة الفساد الذي يعصف في مؤسسات الدولة. نعتقد بأن ما نحن مقبلين عليه من انتخابات قادمة هي انتخابات تعتبر مفصلية للدولة، لا سيما بانتقال السلطة وحل صاحب السمو أمير البلاد، حل مجلس الأمة، وتكوين كذلك وتكوين وفتح مجال الترشيح حتى يختار الناخب من يعتقد بأنه أهل لهذا الأمر. نحن نأخذ بيد ونعضد رئيس الوزراء الآن على موضوع محاربة الفساد القائم دائما في السابق بالانتخابات. الشباب الآن أصبح يعني أكثر تفتحا ووعيا في هذا الصدد، فسوف يكون الاختيار بعناية كاملة وبعناية كبيرة لما سوف يثبت الشباب ما سوف يحدث في المجلس. هما ساهموا في أن يكون هناك مجلس جديد، إذن سوف يثبتون بأن هناك دماء جديدة شبابية تطبق مفاهيم الدستور الذي لا نحتاج إلى تغييره أو توسعته. لو يطبق الدستور إحنا سالمون. نتطلع إن شاء الله في الفترة القادمة إلى إقرار بعض قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، كما سنقوم إن شاء الله إذا إن شاء الله إلى تفعيل قانون الوحدة الوطنية وتطبيقه على أرض الواقع، كما سنقوم إن شاء الله بالعمل على إنجاز خطة التنمية والدفع بعجلتها. ما نزال في فرق الانتخابات، فمن برنامج أمة 2012 والذي كان في ضيافته كل من مرشح الدائرة الخامسة خالد المطيري والرابعة بدر الرشيدي ومرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع، كشف المرشحون الثلاثة عن شعاراتهم الانتخابية مستعرضين قائمة أولوياتهم في حال جلوسهم على الكرسي الأخضر. شعار في البداية هو الكلمة لكم. أعتقد أن الحراك الشبابي الأخير اللي كان أو عبر عن استياء من المجلسين، صاحب السمو استجاب لرغبة الشباب وحل المجلسين ووضع القرار الآن للناخبين حتى يكون القرار لهم. من أهم الملفات إن شاء الله راح أتناولها هي مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقها في الكويت. أنا أعتقد أن هناك أمور كثيرة، يعني المادة 7 من الدستور نصت على أن العدالة والحرية والمساواة، بينما نجد أن لا يوجد عدالة ابتداء من توزيع الدوائر انتهاء من تقديم الخدمات في بعض المناطق. من أسقط المجلس القبيضة والحكومة هو الشارع، يعني الأعضاء المعارضة حاولوا جاهدين يعني أنهم يحاولون يعني يسقطون هذه الحكومة، ولكن لم يستطيعوا بسبب سيطرة الحكومة على الأغلبية النيابية داخل المجلس. قضية أن الحراك الشبابي والبعض يحاول أن يصور أن كأن الشارع النزول للشارع كأن عمل خطأ. أنا أعتقد أن من أسقط حكومة الفساد ومجلس القبيضة هو الشارع، فيجب أن نشكر الشباب الحراك الشبابي. شعار حتى يكون ملامس الواقع، نحو كويت القدر المشرق. نعم، نحو كويت المقصود منه، الهدف منه. المقصود أن العالم تهتبر من المشاكل خلال 10 سنوات اللي فاتت، أو بالأصح خلال 6 سنوات الأخيرة. اليوم البلد محتاجة تنمية، محتاجة تطلعات شبابية، محتاجة اختيار صحيح لمن يمثل وليس يمثل عليه. الشباب أو المجتمع الكويتي جبل على التفاعل، حتى لو كانت المشاكل مفتعلة أو الأزمات بين السلطتين، القضية مي اختزال بين مجلس وحكومة، القضية تنمية بلد. اليوم الكويت وين رايحة؟ شنو الاتجاه؟ جميع المشاكل جربناها. أنا أعتقد قضية تفعيل الدستور، تفعيل المواد، تحقيق العدالة، تفعيل القوانين. اليوم البلد محتاج رجال دولة. شعار انتخابي الكويت إلى عين. الكويت إلى عين. وين رايحين احنا؟ يعني احنا في ظل هذه الظروف اللي احنا مرينا فيها وين رايحين؟ بس اليوم لما وجدنا بأن المواطن لما يجد بهذا الكم من المبالغ الملايين تهدر
لعدد يعني خلينا الآن إحنا نقول بأن القضية لا تزال في المحاكم، لكن المبالغ موجودة، وين إحنا نضع الشكوك اللي موجودة على تضليل الجهة التنفيذية ممثلة في الحكومة بأن ذكرت بأن هناك تضخم في الحسابات، هناك تضخم في الحسابات، وبما أن الحكومة ما طبقت القانون على تضخم هذه الحسابات بأن هي غضت النظر عن هذا التضخم. اليوم شو رأيك أن المواطن اليوم موجود يعاني اليوم، ابن الكويت والمواطن الشريف والمواطن اللي يعني ينتظر نهاية الشهر حتى يكتمل هذا الراتب، مقارنة مع ملايين تمر من خلال وجودها الآن في تضخم هذه الحسابات. ينتظر لمصلحة الوطن دائما في المقام الأول. لا طائفية، لا قبلية، لا فئوية، كويت بلد. احتفلت قائمة الوسط الديمقراطي بذكرى مرور 37 عاما على تأسيسها وسط حضور عدد من الرموز الوطنية والنواب السابقين والمرشحين الحاليين، بمن فيهم مرشحة دائرة الثالثة أسيل العوضي ومرشح الدائرة الثانية صالح الملا، الذي أعرب عن سعادته البالغة بمبادئ هذه القائمة الوطنية، معربا عن أمله بأن يستمر شباب وشابات الوسط الديمقراطي بحمل الشعلة الوطنية الديمقراطية لتنير الدرب نحو لحمة وطنية حقيقية. كما وأكد الحضور على أهمية مبادئ القائمة كمدرسة لتعلم أصول الاختلاف الديمقراطي واحترام الآخرين والنقاش الحر. مناسبة عزيزة جدا علي أنا شخصيا، كوني كنت يعني من كوادر الوسط منذ الثمانينات، وتربيت في كنف هذه القائمة الوطنية وتعلمت منها الكثير، وأنا أعتقد يعني إن كان بعد الله سبحانه وتعالى على صالح الملا فضل بأن أصبح عضو مجلس الأمة واكتسب يعني هذه المهارات النقابية وبعض يعني أيضا يعني اكتسب كيف ممكن يتبنى القضايا السياسية وبقوة وبروح وطنية، فللوسط الديمقراطي بالتأكيد الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا حقيقة أشكر الشباب وشابات الوسط الديمقراطي على إحياء هذه الذكرى سنويا، وأتمنى من الله أن تستمر وأن نكون متواجدين كل عام، ونتمنى أيضا أن يستمر الشباب والشابات بحمل هذه الشعلة المضيئة دائما لتنير دروب شبابنا وشاباتنا نحو وطنية حقا. طبعا اليوم احنا حضرنا احتفالية قائمة الوسط الديمقراطي، وهي المدرسة النقابية الأولى التي تعلمنا فيها أصول الاختلاف وحرية الرأي واحترام الرأي الأقلية وسيادة رأي الأغلبية وتداول السلطة والنقاش والاختلاف الديمقراطي الحر، ونتمنى أن النموذج هذا ينعكس علينا في الانتخابات، ونشوف الشباب المنتمين لكل القوائم الطلابية وتحديدا الوسط الديمقراطي مشاركين ومساهمين في الانتخابات، ونشوف يوم 2 فبراير إن شاء الله خط وطني ديمقراطي. إذا فشلنا هالمرة ترى فرصة تاريخية ما تتكرر كثير، هذه فرصة تاريخية لإنقاذ الكويت، وترى الفشل إذا صار فشل هو فشل لكم، حتى نتأكد تتأكدون من النتيجة وتكللوا هالانتصار بانتصار آخر، وهو أن توصلوا إلى المجلس الناس اللي مثلوكم اللي يحبون الكويت. أنتوا الآن حضانة قيادة المجتمع الكويتي، وإن شاء الله بالتعاون مع شباب أقرانكم في المنطقة قيادة المنطقة، لأنكم تحملون الفكر المستقبلي، الفكر المتسامح. نشرتنا متواصلة، ولكن بعد الفاصل نشاهد. بيتك طفرة وأرقام غير مسبوقة بإصدارات الصكوك بنحو 80 مليار دولار. أهلا
أهلا بكم من جديد. انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 96 سنتا في تداولات يوم أمس الخميس ليستقر عند مستوى 106 دولارات و9 سنتات. وجاء الانخفاض في أسعار النفط نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة الأخرى مدعوما بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، وإضافة إلى إقبال المستثمرين على الدولار بسبب القلق الذي يسود الأسواق العالمية رغم نجاح إيطاليا يوم أمس الأول في بيع سندات بأفضل مما كان متوقعا. وكان التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية قد أظهر ارتفاعا في مخزونات النفط الخام بحوالي 4 ملايين برميل مقارنة بالقراءة السابقة التي انخفض فيها بنحو 6 ملايين برميل وبأعلى من التوقعات. قال بيت التمويل الكويتي بيتك إن العام الحالي شهد طفرة وتسجيل أرقام غير مسبوقة في إصدارات الصكوك الجديدة بلغت قيمتها 80 مليار دولار أمريكي حتى شهر نوفمبر الماضي بزيادة قدرها 77% عن عام 2010. وأضاف بيتك في تقريره أن إصدارات الصكوك الجديدة لعام 2010 بلغت قيمته 45% عن إصدارات الصكوك في عام 2009، متوقعا أن تصل إصدارات الصكوك مع انتهاء العام الحالي إلى نحو 85 مليار دولار. نشرتنا متواصلة وتشاهدون معنا في الصفحة الرياضية، ولكن بعد الفاصل. انطلاق الجولة الثانية من بطولة الكويت للراليات بمشاركة كبيرة من المتسابقين. أهلا بكم من جديد وإلى الصفحة الرياضية. فبمشاركة 9 متسابقين نظم النادي الكويتي للربع ميل للسيارات والدراجات الآلية منافسات الجولة الثانية من بطولة الكويت للراليات والتي تشمل على 5 جولات. ويتصدر ترتيب الجولة الأولى المتسابق مشعل النجادي، يليه المتسابق مسعود الصالح. تفاصيل انطلاقة الجولة الثانية في تقرير لأحمد العنزي. ضمن أنشطته المحلية المتعددة للموسم الرياضي 2011-2012 نظم النادي الكويتي للربع ميل للسيارات والدراجات النارية سباق الجولة الثانية لبطولة الكويت للراليات. والله أول رالي اللي نظمه تحت مظلة الربع ميل كان بنوفمبر الماضي، والله الحمد جاء نصيب قوي وناس تشهد من منظمين من متسابقين من رعاة، وأحب أشكر كل الرعاة اللي كانوا موجودين الجولة الأولى ولا زال موجودين الثانية وإن شاء الله الثالثة والرابعة والنهائية. بطولة الراليات لهذا الموسم تشمل على 5 جولات تقام في منطقة بنادر جنوب الكويت، ويتضمن السباق 6 مراحل يمتد لمسافة 86 كيلو مترا من إجمالي المسافة البالغة 135 كيلو مترا. يفوز بالمركز الأول بالبطولة المتسابق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط. احنا يعني حابين ان بإذن الله تعالى ان نوصل رسالتنا حق الإخوان اللي عندهم سيارات الرالي، ان احنا قادرين بإذن الله تعالى ان ننظم جولات غير هذه الجولات ونستضيف ان شاء الله بطولة الشرق الأوسط وهي جولة من بطولة العالم، واحنا هذا مثل التمرين يعني بإذن الله تعالى حق النادي. يعني الرالي طاف، رالي الكويت المحلي كسرت عندنا ماكينة زين، وصراحة دورنا حتى بريطانيا ما في ماكينة، خذينا ماكينة سيارة، عندنا ماكينة سيارة الاحتياطي نزلنا فيها بدبي، وبعد يعني مثل ما تقول مو زين لحد الآن يعني عقب رالي دبي، وعندنا كروس منبر تجهيز الجديد صار في عطل دزينا بريطانيا ولحد الآن ما وصل، فبغينا نأجر سيارة بس السعر غالي وايد فوقفنا عن الرالي هذا. إن شاء الله تكمل الراليات إن شاء الله الجاية. ما شاركت في الرالي كله الجولة الأولى ما شاركتوا؟ لا بلى شاركنا الجولة الأولى وراحت علينا الماكينة. المتسابق مشعل النجادي يتصدر ترتيب المتسابقين في الجولة الأولى، يليه المتسابق مسعود الصالح
ومن ثم يأتي في المركز الثالث المتسابق المخضرم صلاح بن عيدان. الحمد لله أول شيء على أن أنعم علي بحصول على المركز الأول في الجولة الأولى، وهذا أكيد راح يعطي ضغط نفسي علي، وخاصة أن البطولة بدايتها واليوم انطلاقة الجولة الثانية راح تكون ضغط بكرة، لأن أنا أكون سيارة رقم واحد، فأنا راح أفتح الطريق حق باقي السيارات، فأنا راح تكون مفاجآت المراحل كلها راح تكون بداية تواجهني أنا. صراحة التنظيم يعني الواحد يعجز أن يتكلم عليه، تنظيم يعني كتنظيم دولي، تنظيم يعني إحنا مرتاحين من هذا التنظيم، تنظيم ما في أي أخطاء ولا في أي شيء، يعني بالعكس يعني حتى المراحل حلوة وسهلة وفيها تنافس، وحتى الرالي اللي طاف يعني الرالي طاف يعني دليل على أن الشباب ما شاء الله عليهم يعني عدوا العدة وسووا شيء بصراحة ما يصير يعني كاستيجات من المراحل من إعداد من هذا، يعني كانوا توب صراحة، يستاهلون 10 من 10. اليوم احنا في الجولة الثانية من البطولة المحلية، طبعا انت ما تشوف البطولة الثانية والبطولة الأولى إلا هذه تحضير إلى استضافة بطولة الشرق الأوسط لراليات الجولة الثانية إن شاء الله تحت مظلة نادي الربع ميل وتحت الكيتي، إن شاء الله راح يكون في حدث من الأحداث المميزة. ومن الطبيعي ان احنا خسرنا في الجوله الاولى، اخذت المركز الثالث، والان انا حريص اني اتقدم في المراكز الاولى متقدمه، كنا ننافس على المركز الاول. 9 سيارات و18 متسابقا وملاحا، من بينهم المتسابق اللبناني ميشيل صالح، بدا انطلاقه السباق على ان يبدا السباق الرئيس صباح غد السبت. النادي الكويتي للربع ميل للسيارات والدراجات النارية ينظم الجولة الثانية من بطولة الكويت للراليات، وبمشاركة كبيرة من المتسابقين المحليين. أحمد لانزي، الرأي. حصد فريق الشباب أول 3 نقاط له في مشوار بطولة الدور الممتاز لكرة القدم التي انطلقت فعالياتها اليوم بعد تغلبه على فريق النصر 2-1 في اللقاء الذي جرى بينهما في ملعب الخاسر. تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول مبكرا عن طريق اللاعب زبن العنزي، وأدرك التعادل لفريق الشباب محترفه رودريغو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين. مع انطلاق الشوط الثاني أحرز اللاعب سعود سويد الهدف الثاني لفريقه الشباب، بهذا الفوز يحصل فريق الشباب على أول 3 نقاط في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @RaiTVNews، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وكذلك برامجنا عبر موقعنا على اليوتيوب الراي تيوب. إلى اللقاء.